المنهج واضح. لماذا لا نسير وفق المنهج؟ الكتالوج موجود، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة إلا وبينها. كان كل واحد منا سوف يأخذ برقبة أخيه ليحاسبه. طبعا، وما سار عبد مع عبد مرة إلا ويسأله عن حق الصحبة. وده يا شيخ مشيت معك مرة ما نصحتني في الله، ما قلتليش كلمة. يا ربي مش يا ربي إنما المؤمنون إخوة. أين الأخوة يا ربي؟ هي الأخوة أننا أطعنك في ظهرك؟ هي الأخوة؟ لا يا أخي، لا يا سبحان الله. يؤتى بالرسل، أول واحد يحاسب من الرسل يعني بعد تطير الصحف. الكل يقف، الكل أخذ كتابه. خلاص انتظر تشوف لسه. نعم. ثم يأتي بداية الحساب، ينادي الله رب العالمين: يا نوح لبيك ربي. أولهم وآدم. لا، آدم لم يبعث لأحد، لم يكلم على حساب البشر. جميل. يا نوح هل بلغت قومك؟ هو أعلم، لكن عشان يعذر العباد إلى الله مفيش حجة، يقيم الحجة، يقيم الحجة على قوم نوح. يقول نعم يا رب. يا قوم نوح هل بلغتكم نوح؟ يقولون لا يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف 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 الجبروت. شوف شوف هنا يخلي الله تبارك وتعالى بين المرء وبين عقله في هذه اللحظة. لا خلاص، بما شاء. لا هو ينطق بسابقة أعماله، بسابقة الأعمال. النطق والعمل مش بلسان المقال. كما كانوا يكذبونه في الدنيا، يكذبون أيضا في الآخرة. الله عليهم. سلم يا رب. يا حفيظ يا حفيظ. يقول وعزتك وجلالك قد أبلغتم. يقصد يقول الله عز وجل: أمعك من يشهد؟ يا الله. يقول بلى يا رب. من؟ قال: محمد وأمته. الله أكبر، عليه الصلاة والسلام. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيد. الله أكبر. ما فين الوسطية؟ فين جمال الأمة؟ فين عظمة الإسلام؟ فين مقام سيدنا محمد؟ هذا هو مقامنا. جميل. جميل، بس ولكن نهين ورب الكعبة. الحلقة. يا محمد هل أبلغت نوح قومه؟ نعم يا رب. يا أمة محمد هل تشهدون أن نوحا بلغ قومه؟ يقولون نعم يا ربنا. تقول أمة نوح: كيف تستشهد علينا ما لم يرنا؟ صحيح. ده نزل بعدين بآلاف السنين. صحيح. يقول ربنا: يا أمة محمد كيف تشهدون أو على شيء ما رأيتموه؟ يقول: يا ربنا قرأنا كتابك وعلمنا أن ما فيه حق، وأن نوحا بلغ قومه وأنهم كذبوه. قال: صدق محمد، صدق نوح، صدقت أمة محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هذا مقام محمود للأمة أيضا. صحيح. هذا مقام محمود للأمة. صحيح. بس من الذي يشهد؟ لأننا لما أكون مشغول بذنوبي وبسيئاتي، ما كيف يعني أعطي غيري؟ فاقر الشيء أعطيه. لماذا نقول هذا الكلام؟ لكي نزرع الخير اليوم لنجنيه غدا إن شاء الله. فيبدأ الرسل بهذا الشكل. كل رسول مع أمته. بالضبط. هكذا. حتى يصل الأمر إلى سيدنا عيسى. أأنت قلت أمام الناس، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يا الله. يظهر عيسى. يظهر هذا. هذا يسأله أم استفهام إنكاري هذا؟ هذا عشان لتخرج الإجابة لهؤلاء الذين تقولوا عليه. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أول كلمة غير إيه؟ سبحانك. أنزهك عن، يا ربي أنزهك عن كل نقص وأصفك بكل كمال. إن كنت قلته فقد علمته. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إن كنت أنت الشهيد الرقيب عليهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليس الغفور الرحيم. لا 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 لا، هو مش موقف اعتذار، مش موقف طلب رحمة، هو مرعوب. إن تغفر الغفور الرحيم. لا ما عزيز الحكيم بها قوة وقسوة. لا 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 لا، يعني هؤلاء قوم لا 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 يستحقون مغفرة ولا رحمة. شو أدب سيدنا عيسى؟ قال: إن 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 يعني إن تعذبهم فإنهم عبادك،
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقون صدقهم. الصادقين صدقهم. حسن البصري لما قرأ الآية أغمى عليه، أغشي عليه. قال هذا يوم ينفع الصادقين. قال ربنا ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال فما بالنا نحن يكذبون. إذا كان الصادق تعالى يسأل عن صدق، يؤتى بالقاضي يوم القيامة يسأل حتى يتمنى أنه ما قضى بين اثنين في تمرة. صحيح مسلم.